أنتم الآن في نشرة الموجز. أظهر استطلاع رأي أجرته جريدة الحياة اليومية أن أغلب المواطنين المغاربة يرفضون استهلاك لحم الجواميس التي تم استيرادها مؤخرا من البرازيل. الاستطلاع الذي بثته الحياة اليومية على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب الذي شارك فيه 1900 شخص أبان أن نسبة 95% من المواطنين المغاربة يرفضون استهلاك لحم الجواميس، فيما عبرت نسبة 5% من المشاركين في الاستطلاع الذي دام يومين أن لا مشكلة لديهم في تناوله. وتوصل المغرب مؤخرا بشحنة كبيرة من البقر البرازيلي، وذلك من أجل تزويد السوق الوطنية وتغطية خصائص اللحوم بعد فشل المخطط الأخضر في توفيره بثمن معقول للمغاربة. وكان نشطاء مغاربة قد تداولوا صورا للبقر البرازيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقوها بتعليقات ساخرة ومنتقدة لشكلها، متسائلين في الوقت ذاته عن سلامتها الصحية وما إذا كانت تعاني من جنون البقر، سيما أن الداء ضرب البرازيل مؤخرا. انتقد خالد البكاري الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي وضع الحريات والحقوق في المغرب، مسلطا الضوء على الأحكام الجائرة التي تصدرها محاكم المملكة في حق المعارضين للسياسة الرسمية والمحتجين في مقارنة مع الأحكام التي تصدر ببعض الدول المتحضرة كفرنسا. وقارن البكاري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك وضع الحقوق والحريات بالمغرب وكذا فرنسا التي رغم هفواتها تبقى دولة تخاف على مواطنيها، وإن كانت بين الفينة والأخرى تواجه الاحتجاجات العنيفة بعنف متناسب أو مبالغ فيه، قائلا الدولة القوية قد تواجه احتجاجات عنيفة بعنف متناسب أو مبالغ فيه، ولكنها لا تحكم على معارضيها والمحتجين بسنوات فلكية من السجن. مضيفا فحين يعود الهدوء يعود الجميع لمنازلهم، مواطنين، محتجين وقوات عمومية. وأضاف المتحدث ذاته أن فرنسا ليست دولة مثالية في احترام الحقوق والحريات، وإذا قورنت مثلا بدول أخرى أوروبية وأمريكية فسنجد ثغرات في قوانينها كما في سياساتها. كما استحضر الناشط الحقوقي مثالين يظهران جليا الفرق الشاسع في الحقوق والحريات لكل دولة. المثال الأول لمعارضة لإيمانويل ماكرون التي تم وضعها في الحراسة النظرية لمدة 8 ساعات بعد توقيفها بسبب تغريدة اعتبرت مسيئة لرئيس الدولة، حيث وقعت ضجة بسبب هذه 8 ساعات. أما المثال الثاني فهو لمحتج رفع لافتة ساخرة من ماكرون دون أن يخشى عواقب ذلك سنينا من السجن بتهمة الإساءة لهيئة منظمة كما يحدث عندنا، في إشارة منه لدولة المغرب التي تحكم بالتخويف لأن الحاكم هو أصلا خائف على حد تعبيري. وقال كاري إذا كانت الديمقراطية الغربية مريضة باعتراف نخبها وتبحث عن الدواء عبر مؤسسات للبحث الاستراتيجي، فإن سلطوياتنا تحتضر وتعتقد أن العصا قد تحيي الموتى. مضيفا المؤسف أنه احتضار طال أمده تدفع الشعوب ثمنه تخلفا تصعد عنه بعزاء توهم قوة غير موجودة. استنكرت الفيدرالية المغربية لناشر الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل محاولة السطو على مؤسسة المجلس الوطني للصحافة. وأفادت الهيئتان الممثلتان لقطاع الصحافة والنشر بالبلاد في بلاغ مشترك بأنهما اطلعتا بذهول واستغراب على مضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي غدا الخميس 13 أبريل الجاري حول ما سمي باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والذي يعتبر بكل بساطة مشروعا استئصاليا وغير دستوري ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة. وأكدت في ذات البلاغ بأنه في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، خرج هذا المشروع بحل تلفيقي يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهي ولايته وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفض
رفضهما للانتخابات مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس الفيدرالي المغربي لناشر الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال. وتابعت بأن الأغرب أن هذا المشروع أعطى لهذه اللجنة المؤقتة كل صلاحية المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحية إعطاء وسحب البطاقة التي كانت تقوم بها 5 لجان، مشيرة إلى أن المشروع أقصى لجنتين بالضبط لأن رئيسيهما ينتميان إلى الفيدرالية، إضافة إلى إقصاء ممثل الاتحاد المغربي للشغل الذي كان في الانتخابات السابقة هو رأس لائحة ممثلي الصحفيين. وانتهت إلى أن هذا يسيء إلى صورة المملكة وسمعتها الحقوقية، مطالبتين رئيس الحكومة إلى تجميد هذا المشروع والعودة إلى المنظمات المهنية والاحتكام إلى الدستور والقانون والسلطات المكلفة بالتواصل إلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام والكف عن نكث التزامات التي تقدمها للشركاء. تم استخدام برنامج تجسس إسرائيلي جديد يشبه برنامج بيجاسوس لاستهداف الصحفيين والسياسيين في العديد من البلدان وفقا لمعمل الأبحاث الكندي سيتيزن لاب. وكشف مختبر سيتيزن لاب الكندي أن برنامج التجسس الإسرائيلي الجديد يشبه برنامج بيجاسوس سيء السمعة، وقد جرى استخدامه لاستهداف الصحفيين والسياسيين معارضين في عدة دول كأمريكا الشمالية وأوروبا. وقال سيتيزن لاب في تقرير له إنه تمكن من التعرف على عدد قليل من ضحايا المجتمع المدني الذين تعرضت هواتفهم من طراز آيفون للاختراق باستخدام برنامج مراقبة طورته شركة كوادريم الإسرائيلية، وهي شركة منافسة لشركة NSO والإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس التي أدرجتها الحكومة الأمريكية في القائمة السوداء. وقال المختبر المختص بالأمن الإلكتروني وشركة مايكروسوفت إن أدوات قرصنة من إنتاج شركة إسرائيلية تستخدم في اختراق هواتف صحفيين ومعارضين ومنظمات حقوقية في 10 دول على الأقل. لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.